المرحلة الثانية عشر. يسوع مائتاً على الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يسوع يلي تألمت كرمالنا، وللناس كنت بهالدني إلها نصيب، مسمر عخشبة عارنا بدالنا، تندهلنا وللصوت مش عم نستجيب، قاسي الطريق نكون فيها لحالنا، وصعب علينا نعيش بعالم غريب. صورة صليبك عم تضل قبالنا، رضيت العذاب صدت تفتي جنسنا، تعلقت مثل اللص ع خشبة صليب.